شكر الله سعيكم يا رجال. كانك كان عندك حق يا جناب العمدة لما قلت لي قبل سابق نحطوا يدنا في يد بعض ونقضوا على المطاريد ونقطعوا دابر الشر من جذوره. والله يا حاج ما تأخذنيش يا جناب العمدة، أنا خابر إن ولاد منصور كدها وكدود ويقدروا دلوك يجيبوا الجبل عاليه واطيه وياخدوا بتارهم من الأنجاز دول، بس لما تبقى يدنا واحدة وضربتنا واحدة ما حيفكرش أي كلب من اللي ساكنين الجبل دول يتجرع على بيوتنا ولا على حد من عيالنا. حديثك زين يا حج فضلون. احنا دفننا ولدنا النهاردة، ما هيعديش يوم إلا ما ندبره كيف يرتاح في قبره. حقكم يا زين رجال، بس العيار اللي طخوها على ولدي جمعة قبل السابق طاش، بس دلوك صاب. وصاب مين؟ همام ود الغاليين. بس لازم تبقوا خابرين انه رجالتي كلهم تحت امركم ورقابنا سدادة يا اسياد الناس. ده العاشم برضيك يا حج فضلون. بالاذن عاد. الرجالة لسه ما خدتش الواجب يا حج. ان شاء الله لما نعود لكم، لما تبردوا ناركم ونارنا تاخدوا بتاركم من اولاد الملاعين دول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الراجل ده ما كانش جاي يواسينا ابدا، جاي هتنا فضلون الديناري كيف الديابي يعاود يقول الحديث اللي قلت له عليه وانا عنديه، ودلوقت يقول ان عاوز يحط يده في يدنا عشان ارتاح إن حق ولده عاد. ما كانش لي عازة مرواح عندي، بس دماغاتكم العفشة هي اللي خلتنا روح له وطاطي راسي قدامه. دلوقت راسنا تبقى في الوحل لو ما دبرناش حالنا. جبل المطريد ما هيطلعش عليه صبح تاني، وحساب فضلون بعدين. بعدين السلام عليكم. وعليكم السلام. كانك معود من فرح يا عابد مش من ميتم. ريتك كنت معانا يا سيادي. النجعي ايه كان بيشغل الجلة من كل ناحية، نجعي السيد، نجعي نجاتي، نجعي مراسي، والبندر ذات نفسيه، وابوك ايه واقف كأنه سيد الخلق كلهم. انت ولا فندينا ذات نفسيه، يقول الكلمة الكل يسمع، والخلق ايه كأنهم عبيد يلبوه بالنظرة. توك واعي لابوي يا عابد. اقول لك ايه ولا يا سياده، خبره كان بيعاملني كيف ابو القاسم تمام. امال ايه مش جذبته؟ ها يعني خبره ان انا جذبته صح. امال ايه يا عابد؟ طب طالما كده عاد يبقى مشتاقين يا سياده. واه يا عابد يا ابوي. كما لو أني دخلت إحدى القصص التي أقرأها، أنا الذي أقرأ القصص وأكتبها. اليوم دخل في موكبه كما لو كان الزناتي خليفة على رأس جيش جرار، غير أن فضلون ليس واحدا من من يمكن أن نلتقيهم في القصص ولا في السير الشعبية. هو قصة وسيرة قائمة بذاتها، بل إنه هو نفسه أكبر من أي قصة. أسطورة تسير على قدمين، وأينما يحل يحول كل ما حوله إلى كائنات أسطورية. أنا نفسي أشعر وأنا جواره أني شخصية أسطورية. لست معه هذا الساذج الذي ودع حبه الأول في القاهرة، ولا ذاك الأفندي الذي يوزع المياه على المزارعين بالعدل والقسطاس، ولا ذلك العاشق الولهان الذي ينتظر أن تطل عليه الأميرة من خلف خصاص النافذة. شعرت اليوم وأنا أسفل نافذة الأميرة وداد بأني أحد الفرسان الذي قرأت عنهم في القصص والروايات، فارس عليه أن ينقذ الأميرة، ولكن مما ينقذها؟ لا أعرف.
فارس عليه أن يقود جيوشه على فرسه لإنقاذ الأميرة ولو ضحى في المعركة بنصف جنوده، غير أني كنت فارسا على حماره لا على فرسه. كأنك اتجنيت يا سبيدي. عاوزة تدلي مصر تعمل ايه انت وولدك؟ انت ما وعياش اني ود المجحوم بشندي لسه بيرمح وراكي وعاوز يقتلك؟ عارفة. مدامك عارفة عاوزة تدلي ليه؟ يا سيدنا انا بقالي هنا مدة، والناس اذا استحملتني شهر مش هتستحملني التاني. وحد من عيالي عمل حاجة أفشل لا سمح الله؟ عيالك زي ما ربيت شايلني شيل. أمال إيه؟ لساكي زعلانة مني من يوم ما قلتلك إني ما افتكرتكيش لما كنت في مصر. يعني افتكرتني؟ إيه لزومه دلوقتي يا بنت الناس؟ خلاص اللي فات مات. احنا اللي احنا فيه ده من اللي فات يا سيدنا. انت لسك واخد على خاطرك مني من يوم الدخله. سنة اشهد علي ربنا اني لو بكيفي اعيد حياتي واكتبها بايدي مش همحي حاجه غير اللي عملته معاك. انا كل العذاب اللي شفته في حياتي ما يسويش عذابي وندمي كل ما احس اني كنت السبب فعلا. بكفاك يا زبيده، يعلم ربنا ان بكاكي عزيز عليا قوي. يعني كنت بتفكر فيا زي ما كنت بفكر فيك وانا غايبه؟ يخرب مطنك يا زبيده، كده اللي يهمك يا بنت الناس؟ طب يقول لك حد كنك لا رحتي ولا جيتي. يوم ما جاني جوابك ودليت مصر عشان اجيب ولدك كان الود ودي مع وجه الا ويدي في يدي. يا ستي أخيراً قلتها.